اللي فيه الفساد كثر اليوم هو الفساد في الخطاب السياسي في بلادنا. الناس اللي اليوم وصلوا 13 نائب برلماني بسبب قضايا الفساد الاخلاقي، قضايا الفساد المالي. هاد خاصكم تعرفوا بان الخطاب ديالكم اليوم هو اللي فاسد. اما الحكومه اليوم وهذا الحق ديالكم مكافى من اننا نجيو كل مره وهذه المؤسسه ونطعنوا في الانتخابات ونطعنوا في المواطنين المغاربه اللي كتقولوا بانهم تباعوا وتشراوا. المشكل الحقيقي هو القضايا ديال الفساد، القضايا الاخلاقيه اللي عندكم. سي ابراهيم الله يخليك، اللي وصلتكم 13. القضايا الاخلاقيه والفساد الاخلاقي شوهتونا امام المنتظم الدولي. رجعتوا بلادنا ضحكه لمده 10 سنوات. ما كنتوش في المستوى، وهذا الشيء اليوم اللي خصكم تعترفوا به. لذلك السيده الوزيره كنطالبوا منكم انكم تكملوا بنفس الحكمه، لانكم غاديين في الطريق الصحيح. هذه الاجراءات اللي كتقوموا بها اكيد انها غادي تؤتي الاكل ديالها والتاريخ سيشهد. نقطة نظام الله يخليك السي الشعب ولا واتصنتوا على الاخوان. الله يخليكم الاخوان، الله يخليكم. الهدوء الهدوء الهدوء. الله يخليك سيد رئيس طالب. الله يخليك سي عبد الله في التسيير ياك والنظام. لا غاتجاوب غاتجاوب. الله يخليك تفضل سيد رئيس. هذا برلمان مسؤول. هذا النظام الداخلي اللي درناه كيخصنا نحترموه. المادة 357 واضحة. الكلام ديال السادة النواب يتوجه للحكومة، وخصو يتسم بالأمانة والاستقامة والمسؤولية والالتزام. أما شي نائب يبقى يتوجه لفرق أخرى باللمز أو بالإشارة الواضحة، هذا ما هذا لا هذا ما كاينش كاع في العمل السياسي. خليه أسي سي الله يخليك السيد النائب. الله يخليك السيد النائب. خليه يكمل. خليه الله يخليك. الله يخليك تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هذا البرلمان السيد الرئيس راه هو تجربه وتراكم. ولا كان شي واحد باغي يتعاير، انا راه ما غنتعايرش معاه. انا عندي النظام الداخلي، ولذلك اطلب منكم سحب كل ما لا ينسجم مع هذه الماده 357، خاصه الاشاره الى حزب والى فريق والى عدد. شكرا. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس المحترم. كل ما جاء في الكلام ديال السيد الرئيس هو هذاك معقول، ولكن هذا الشيء طبقوا على النواب ديالك السيد الرئيس وشكرا.